السلام عليكم واهلا بيكم بعروض جديده النهارده جايبينها، جايبين لكم هدايا وخصم. هتشوفوا بقى حاجات حلوه قوي. عندنا الحافظات الجبلان وعندنا الفوط، ده غير بقى كمان الحافظات التركي معانا النهارده بكل مقاساتها واسعارها. عايزه اقول لكم اسعار جمله، حاجات اخر جمال، ولا الجبلانات وفي كده حاجة مخصوصة ليكوا وهدايا مخصوصة للفواتير. الحقوا العروض دي لأنها لآخر شهر 8. احنا موجودين في اسكندرية، الشارع اللي احنا فيه ده فكوس شارع السوق يا جماعة. لو حضرتك جاية من هنا، جاية من القطر، هتنزلي القطر وتسألي على مطعم الفلاح. ادي مطعم الفلاح اهو اللي هو ده في وشه على طول، وفي كمان محل الفارس. ولو جايه من هي من ناحيه المشاريع الناحيه دي او الترام بكوس، هتدخلي بقى على ايدكم اليمين. انتوا دخلتوا في وش ايه؟ مطعم الفلاح. على ايدكم اليمين شايفين الثلاث سجاجيد دول اهو؟ هندخل كده بقى مع بعضينا محل ادوات منزليه، والمحل جنبه على طول اهو. بصوا، محل ادوات منزليه هو جنبه على طول محلات المدينه المنوره. النهارده عاملين لكم اسعار تحفه، ده غير بقى الهدايا اللي على الفواتير. فالحقي يا عروسه. السلام ورحمه الله. ايه الاخبار؟ الاخبار كله ببلاش. ايه ده، من اول 25 جنيه النهارده؟ 25 جنيه. الله ينور. والله العظيم طلعت لو بخساره ما بخسر. السيناوي ده والله ب 25 جنيه وبشراشيب. اه والله، ومترين كمان. زي الفل. والله لو ببيع بخساره ما هبقى كده. بصوا يا بنات، العروض دي لاخر شهر 8. ايوه، في المدينه المناره المفروشات. الله ينور. العنوان بكوش شارع السوق وش مطعم الفلاح. ايوه، جنب دكان المنزل على طول. تمام، مفروشات لازق فيها المنزل على طول. حلو قوي. الاسعار دي معاك لحد شهر 8. زي الفل. لحد شهر 8، واللي تعجبه خديه ايس كريم وتعالي. ايوه، شحن داخل اسكندريه فقط. تمام، الاسعار معاك لحد شهر 8. عندك البني، وعندك الكشمير والجنزاري والنبيتي والاحمر. والاسعار 5.5. زي الفل. 25. الله ينور. والله الدنيا بتطلع واحنا بننزل. تمام. هنا 60 في 2.5. مفرش السفره يعني. مفرش السفره وحافظ السجاد. اه تمام. 2 في 1. حلو. وعلى الوشين، اقلب يا حبيبي، الوش الفاتح والوش الغامق. والسعر بتاعه كام؟ ب 150 جنيه. 150 جنيه. اه زي الفل. بن، كافيه، كشمير، جنزاري، كحلي، ارمي يا حبيبي. عندنا الكحلي اهي. واللي تعجبه خدها سكرين شوت. الاسعار دي موجوده فين؟ في المدينه المنوره. المدينه المنوره. تمام. اسمع معايا يا ابني. حلو قوي. المدينه المنوره. الله ينور. تمام. من معانا الاثنين في ثلاثه يا بنات؟ الاثنين في ثلاثه الثقيله، الجبلان. وهسيب لك برضك انت السعر انت. 250. وعندك كل الالوان موجوده. احنا الحافظات القطيفه النهارده كمان. المقاس المتر و60 في 2. اه تمام. السعر بتاعها بدل 400 ب 315. 315. تمام. السعر ده في عجل ده. ايوه. بس لغايه اخر شهر 8. لحد اخر شهر 8. زي الفل. منها الاثنين في ثلاثه؟ الاثنين في ثلاثه الاسباني. اه. حفر الليزر. بص الخامه بتاعتها عامله ازاي. اه. والسعر بتاعها كام؟ 520 جنيه. 520 جنيه. بدل 600. تمام. الاثنين في ثلاثه. كل واحده في منها الالوان بتاعتها. ادي اللون النحاسي يا بنات. شكل ثاني اهو. تمام. دي الوانها، بصوا يا بنات الالوان بتاعتها وجمالها. اهي. عروض النهارده اللي على اطقم الفوط. هي مش فوط، هي فوط. بصوا بقى الحلويات. يلا بينا. تخيلوا الطقم القمر ده عامل لنا عرض فيه النهارده المدينه المنوره الثلاثه بسعر كام؟ واشكال والوان. عايزه اقول لكم الشكل واحد، علب جاتوه فعلا. بصوا الحلويات. الطقم ده معانا ب 150 جنيه بس. الكلام اللي هنقوله في الفيديو ده لاخر شهر 8. بصوا الحلويات، وطبعا كميات متوفره كتير، وتجار الجمله ينورونا. يعني الجمله والقطاعي موجود. لو عروسه بقى عايزه تاخدي كده حبه حلوين، بصي ما تسيبهمش. الوان زي الفل. بص الالوان، الجاكار بقى والحاجات السيمبل والقطيفه. أوه. والقطيفه والمطرز، يعني كله هتلاقيه 150 بس. والعرض جوه العرض. تمام. أوه. فاتوره ب 1500. ايوه، عليها هديه. يعني لو انا اخدت ايه ده؟ اه والله. استنى استنى، يعني انا لو اخدت ب 1500 جنيه حاجات ايا كانت فاتوره، هاخد عليها ايه؟ اي حاجه. اي حاجه. انا والله زي الفل. اهي مكوى. والله ولا. تمام. الله ينور. هنا بقى عرض البشكير. بصوا البشكير قد ايه؟ وفي بيكوي ورد كمان. بص البشكير قد ايه؟ سيبك من الرسومات. اه. بص البشكير قد ايه؟ ايه الجمال ده كله؟
اهو كبير اهو للمصيف. اه والله. بكام ده؟ ب 150. 150 يا بنات، وعندكم الوان كتيره. والله 150. الله ينور والله. بص الخامة اللي عندك انت اللي تمسكها. بصوا الحلويات بقى، الحاجات العاليه دي. صورك انا بالتليفون. زي الفل. بص الالوان. بص يا بنات، عندنا الجراي والموف والنبيتي والتوبي. اه في كذا لون. وادي الرصاص زي الفل. بص الرصاص تمام، رصاصي وحلاوته بقى. بصوا يا بنات، ده كفايه البوكيه الورد والله. بصوا قد ايه المال بتاعه كام. 70 في 140. تمام الله ينور. كمان عروض حلوه قوي على الفوط. ايه الفوط الحلوه دي؟ الفوط عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. واو حاجات بقى ايه. لا دي تجنن شغل التركي بجد. ايه الجمال ده كله؟ اربع فوط هما؟ اربع فوط تركي ما شاء الله. عندك الوان مختلفه، فواتح وغوامق. وغوامق زي ما انت عايزه. عامل لنا عرض عليه؟ اه والله. ايه بقى؟ بدل 450 ب 350 جنيه. يعني هتطرحي كده 100 جنيه على طول. 350 جنيه. تحفه يعني. الله ينور. واخده علبتين موفره ثمن علب والله. اه والله زي الفل. ثلاث علب فوط يعجبوكي. ايوه. هتاخد عليهم علبة فوط ب 50 جنيه. يعني لو انا اخدت السروجي. اي حاجه، سروجي، برند، تيمو، بانوتكس، المحلة، القطن العالي، ان شاء الله تاخدهم فرد. الله ينور. اي تلات علب فوط عليهم؟ عليهم علبة فوط ب 50 جنيه. حلوة، هتشتريها ب 50. وش عطيفة وش عطيفة. طبعا العلبة دي أصلا تمنها أكتر من كده بكتير. تلاتة وش عطيفة وش عطيفة. زي الفل. أنا بقول لك خدي تلات علب. أيوة. ربع دست. حلوة أوي. بكام؟ أه. تلات علب فوط عليهم علبة فوط ب 50 جنيه بس، تمام. ده كده عرض. اه دي هديه العروسه بتوع الثانويه العامه. اه هدايا الثانويه العامه والله. اه والله صح. وجايه متاخر بس ماشي. اه بدل 420 ب 300 جنيه. بدل 420 300 جنيه. 300 جنيه تحفه. 2 نص بشكير و2 فوطه اهو. زي الفل. 2 نص بشكير و2 فوطه مقاسك كبير. حلو قوي تمام. السعر كام ب 300؟ كور بقى. بص العلبه عامله ازاي؟ ايه العلبه الشياكه دي تجيبيها كده؟ بص الشغل عامل ازاي؟ اه حلو قوي. خمس ست ست فوط. اه الشغل بتاعها معادل السروجي. ومعادل للعيال. اه حاجه نظيفه. بص عامله ازاي؟ انا عايزك تمسك الفوطه. لا وخامتها كمان حلوه. بص الفوطه عامله ازاي؟ فوطه محترمه. بكام العلبه دي؟ بكام؟ بدل 520 ب 350. 350 بدل 520 يا بنات. والاسعار دي معاك لحد اخر الشهر. زي الفل. فوطه. بص فوطه الاطفال عامله ايه؟ فوطه الاطفال. اشكال والوان. احنا منزلين ثلاثه وفوق يا بنات في السوق في اشكال كتيره جدا. في اشكال ياما ورسومات ياما. الله ينور. السعر بتاعها بدل 300 بكام؟ بكام؟ ب 199. يعني قول يا نهار ابيض، بدل 300 بقت ب 200 جنيه يا بنات بس. حلو قوي. اه ومعاهم دبدوب زي الفل على الاطقم المشجره. الشغل الصيفي. تمام. بص اطباق. اشكال والوان، ده اطفال وكبير ده؟ اشكال والوان وبيكا. بيكا. بص الخامه عامله ازاي؟ انا عايزك تمد ايدك تمسك الخامه. هنا اول حاجه كده وبعدين اوريكم البيكه يا بنات. الاطفال. ايوه. بص المخده بتاعتها عامله ازاي؟ تمام. شايفه المقاس؟ ايوه. شايفه المقاس قد ايه؟ شايفه الاسم ايه هنا؟ المدينه المنوره. عايز ايه تاني اكتر من كده؟ حاجتكم. يعني خامه قبل المقاس. وهتدونا كمان سعر حلو. سعر حلو وفجور كده، عرض جوه العرض. زي الفل. كان خمس قطع. ده بقى البيكه بقى، خمس قطع. السعر بتاعها كام؟ كام؟ ب 250 بدل 300. 250؟ خمس قطع. تمام. 250 بدل 300. كذا شكل طبعا. اشكال كتير. اثنين. وادي ثلاثه، وفي الاطفالي كمان. موجود. الناس اللي سالت على الاطفالي. موجود. الاثنين مع بعض. الاثنين مع بعض ب 250 بدل 300. تمام. طقم التركي الاثنين مع بعض 220 جنيه الخمس. 220 جنيه البيكا. التركي المقاس الكبير. تمام. اي حاجه، اي عرض، اي فاتوره مشتريات ب 1000 ونص عليها هديه. تمام. فيما اعلى فيما اقل. ايوه. كل ما تزيد معاك قيمه الفاتوره. لدرجه يا بنات ان انت لو اشتريتي ب 8000 هتاخدي بطانيه هديه. صح كده؟ 10 كيلو. الله ينور. خدت حاجه ب 6000 عليها خلاط هديه. خلاط هديه وخدت ب 6000. عليه خدت فاتوره ب 4000. اي حاجه من الحاجات اللي تعجبك دول. تانك مثلا. بكام؟ 50 جنيه. ب 50 جنيه. والله. تمام. حاجه ب 300 400 احنا بنبيعها ب 50 في الهديه. زي الفل. دي هدايا على الفواتير. الفاتوره ب 2000 ونص. بداية معاك أي هدية ب 50 جنيه. يعني لو عملتي فاتورة ب 2000 ونص هتاخدي حاجة ب 2000 ونص هتاخدي معاك الفاتورة إيه؟ الهدية ب 50 جنيه. بقول لك بنص تمن ولا تاخدها هدية؟ لا ب 50 جنيه. ب 50 أقل كمان من نص تمن. ده برضه هدية. دي هدية. دي نازلة معاك إيه؟
على قيمه الفاتوره ب 2000 جنيه. تمام. طب ما تيجي تاخد ايه بالظبط؟ معاك قيمه الفاتوره مفتوحه. يعني 2000 جنيه واخد ده بكام؟ اعلى لو خدت فاتوره ب 1000 ونص ليك هديه برضه. اه تمام. من اول 1000 ونص الهديه. 1000 ونص الهديه معاك انت طالعه. زي الفل. زادت معاك القيمه بتزيد معاك قيمه المشتري. حلو قوي. كل ده برضك موجود فين؟ في المدينه المنوره، اسكندريه، بكوس، شارع السوق، وش مطعم الفلاح. في ثلاث سجادات احنا تحت منهم على طول جنب دكان المنزل. تمام. روح يا حبيبي قول له نور. قلت لكم من اول 1500 جنيه هتلاقي كمان هديتك. ايه الاطفال بالكوفيرتا كمان. بص عامل ازاي؟ جميل. بص عامل ازاي؟ او عش اشكال بقى والوان. اه عندك سبونسر. انا برضه والله شغال. الله الله ينور عليكم. اللون عامل ازاي؟ الطعم بلطيفه. اه الطعم بلطيفه. الله ينور. ده معمول عليه عرض حلو؟ معمول عليه عرض. وبرضك اكد عليك على العرض واقول لك اي طقمين سرير عليهم علبه فضه 50 جنيه. الله ينور. زي الفل. اكتر من كده عرض جوه العرض. تمام. اه ده الحافه لطيفه. اه عرايس. تمام. بص الخام عامله ازاي؟ الماس بتاعه كبير. ده قطعه واحده؟ ثلاثه. لحاف اتنين. اه تربيعه تربيعتين. حلو. السعر بتاعه كام؟ كام؟ بدل 650 و540 جنيه. و540 بدل 600. وفر منه جنزال، بيت، رصاص، كافيه، بني، جملي، عسلي، كشمير. تمام. كل الالوان بتاعته. عليهم 50 جنيه تاخد علبه فوطه. حلوه قوي. علبه فوطه انت ممكن تجيبيها باكتر من كده طبعا. بالنسبه للمواعيد بقى. المواعيد من بعد الظهر لحد الساعه 2. من بعد الساعه كل يوم. كل يوم. لحد الساعة 2. تمام. والمحل 24 ساعة. والشحن موجود داخل اسكندرية فقط. داخل اسكندرية فقط. والعروض بتاعتنا. ايوه. وتعالي هاتي. تعالى خد زي الفل. كمان لما تيجي المكان بنفسك هتشوفي حاجات كتيرة قوي، يعني احنا ما عرضناش كل حاجة، في حاجات تحفة. طقم عامل ازاي؟ بصوا طقمه وجماله.